بجيبينكو فيديو جديد. ازيكم يا ابطال؟ عاملين ايه؟ وحشيني جدا جدا جدا. قبل نبدا فيديو النهارده ما تنسوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. طبعا يا ابطال ايوه وحشكم طبعا يا ابطال، يعني سلسله التحقيقات وحساب ايفل ديفل 365. ولكن ابشركم يا جماعه، خلي بالكم، ايوه يا ابطال، حساب ايفل ديفل 365 هنبدا نفتحه الفتره الجايه كتير بسبب اللي فيه اخبار جاتلي من شخص كده يا ابطال. والله بصوا يا ابطال، هو مش من شخص، هو من كل الابطال. على فكره انتوا قاعدين بتبعتوا لي تحقيقات جامده قوي على الانستجرام، وشكرا بجد لكل ابطال اللي لحد دلوقتي يا ابطال بيبعتوا لي فعلا تحقيقات على الانستجرام. خلونا يا ابطال نشوف التحقيق اللي معانا لانه خطير قوي. ولكن قبل ما نشوف التحقيق فانزلوا يا ابطال حطوا لايكات كتير، يعني وصلوا المقطع ده لي كم لايك يا بلال؟ كم لايك؟ 5000 لايك يا ابطال. والله مش عارف، انتوا براحتكم عايزين توصلوا 5000 لايك، يعني المفروض نوصل مليون. خلاص يا بلال خلاص، يلا بينا يا ابطال عشان متحمس جدا لفيديو النهارده. زي ما انتم شايفين يا ابطال، بطل من ابطال بعت لي يعني رساله على الانستجرام، وبعت لي يا ابطال فيديو غريب قوي مكتوب عليه هاكد، يعني صورة مصغرة، فيديو بعنوان روبلوكس از جيتنج هاكد سون، يعني روبلوكس هتتعرض للاختراق قريبا. طب الشخص ده اللي عامل فيديو ايش عرفه بكده؟ خلونا يا ابطال نسمع الرسالة الصوتية اللي بعتها الشخص اللي بعت للتحقيق. الشخص ده نفسه اللي هاكر لعبة بيت سيموليتور زمان، لما كان عارف يسرق، عمل جليتش كده عارف يسرق بالتات بتاع كرافت. واحد من الناس اللي هم اللي طلع ناس اكنهم هاكرز وكده، تقريبا هو حقيقي على فكره، لان هو ترى حاجه صعبه لو يقدر يهكر لعبه في روبلوكس، يعني خصوصا لعبه بالسيموليتر كبيره، فاهم قصدي؟ يا نهار ابيض، يا مرحب يا مرحب يا مازن. واضح يا ابطال اللي ده مازن، تمام يا ابطال. مازن ده اللي ما يعرفوش يا ابطال حرفيا بعت لي كميه تحقيقات اسطوريه جدا، والشخص ده حرفيا دايما بكلمه على الانستجرام بيبعت لي يا ابطال تحقيقات حلوه قوي على الانستجرام، تمام. فيا ريت تبقوا كلكم زي يا ابطال، انا باخد التحقيقات منكم، وانا ساعات يا ابطال مش بكسل ادور، بس ساعات مش بلاقي افكار مثلا اعملها او تحقيقات اعملها، فعشان انا بلاقيكم كتير قوي في الكومنتات، يا بلال يا بلال اعمل لنا تحقيقات كتير، وانا اصلا مش بلاقي مواضيع اتكلم عنها. فعشان كده يا ابطال بقول لكم لو اي حاجه حصلت جديده هتلاقوا حساب الانستجرام تحت على طول يا ابطال، ادخلوا وابعتوا لي تحيات كده حلوه زيكم. خلونا يا ابطال نشوف الفيديو اللي هو بعته. طبعا يا ابطال المفروض اللي هو كان بيتكلم وبيقول ان الشخص ده هكر بردك بيت سيميليتور اكس، وده يا ابطال كلنا طبعا عارفين من لعبه بيت سيميليتور اكس يا ابطال. حرفيا اللعبه دي اول ما بينزل لها تحديث العالم كله بيدخل في الماب دي. حرفيا يا ابطال الماب دي من اقوى المابات اللي الناس بتدخل فيها وتقعد فيها مده طويله يا ابطال. هو ده الفيديو اللي حازم بعته لي يا ابطال، فخلينا كده نشوفه مع بعضينا، تمام، ونفتح كده يا ابطال في الترجمه. المفروض يا ابطال اللي هو بيقول سيتم اختراق لعبه روبلوكس قريبا، ومعرفش ليه بيقول كده. زي ما انتم شايفين يا ابطال على الشاشه في هاكر اسمه ام يو كيو جي كيو، بيقول ان الشخص ده واضح كده ان الشخص ده فعلا هاكر جديد. وهو بيقول كمان في الفيديو بتاعه ان باين على الشخص ده اللي هو هاكر مزيف ومش مخيف، ولكن هو عكس كده تماما. المفروض ان من اسبوعين كريك كرافت ابطال اليوتيوبر الاجنبي اللي بمحتواه روبلوكس اللي وصل اكتر من 4 مليون مشترك على اليوتيوب، عمل فيديو بيقول ان بيت سيميليتور اكس اتهكرت، وكان حاطط في صوره مصغره صوره تيوبرز 93 وحاطط صوره جينا، وبيقول لو انت قدرت تهكر لعبه بيت سيميليتور اكس حرفيا تقدر توقف في اللعبة يعني كلها لشوية ساعات. يعني لحظة، هو فعلا يا ابطال في هاكر او في اكسبلويت يقدر يعمل الحاجات دي؟ والله الموضوع غريب قوي. كمان يا ابطال بيقول ان فعلا مش دي الماب الوحيده اللي اتهكرت، لا طبعا كلنا عارفين الماب الجديده اللي طلعت في لعبه روبلوكس اللي هي بليز دونيت، تمام يا ابطال، اللي هي يعني يعتبر انت مثلا بتقول للناس بعد اذنكم ممكن تتبرعوا لي بروبوكس. وحرفيا الماب دي يا ابطال ناس كتير قوي بتدخل تتبرع، بس طبعا اليوتيوبرز بيدخلوا يتبرعوا ليه؟ متابعينهم اللي هم يعني بيحبوهم وكده وعارفينهم طبعا، ولكن ما اظنش ان اي حد بيتبرع لاي حد وخلاص كده. وحرفيا يا ابطال الماب دي ايه ده؟ لحظة، ده بيقول ان الهاكر ده اللي اسمه ام يو كيو جي كيو اتبرع باكتر من مليار روبوكس وات لشخص اسمه كاني اون جاكسون. ده بجد ده ابطال ولا ايه؟ واضح يا ابطال فعلا ان الهاكر ده استغل اكبر مابتين يا ابطال في لعبة روبلوكس كلها، وهي بليز دونيت. اي نعم دي مش اكبر ماب، ولكن
يعني في الشهرة دلوقتي. وطبعا يا ابطال الماب اللي بعدها بيت سيميليتور اكس ماب قوية جدا. واضح كده يا ابطال ان الشخص ده الفترة الجاية هنعمل عنه تحيات عسل. بصراحة يا ابطال الموضوع غريب قوي، هل فعلا يا ابطال تتوقعوا ان لعبة روبلوكس الفترة الجاية تتعرض من الشخص ده؟ اللعبة حرفيا يا ابطال تتهكر كلها، يعني كل سنة يا ابطال، او مش كل سنة كده، ده ابطال كده كل شهرين ثلاثة بيطلع لنا هاكر جديد. مش كفاية جينا وكفاية يوبرز اللي بوظ الدنيا وطلع لنا واحد جديد اسمه ام يو كيو جي كيو ال اس؟ ايه الاسامي دي يا جماعه، بتجيبوها منين؟ يعني بصراحه لحد دلوقتي انا مش عارف ابطال هل فعلا هو هاكر مزيف ولا هاكر حقيقي. اتمنى يا ابطال يكون هاكر مزيف لان الموضوع هيكبر قوي. عامه يا ابطال احنا لازم نربط الاحزمه لان احنا متحمسين جدا لاي هاك هيجي، واكيد احنا المفروض نعمل الواجب معاه، ما ينفعش. وبس كده يا ابطال يعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. الفيديو الجاي ان شاء الله يا ابطال باذن الله يكون فيديو تحقيقات، وهنحاول ان احنا يا ابطال نبحث عن الشخص ده فعلا. اما نشوف يا ابطال هنبقى نبحث عنه الفيديو الجاي، عشان الفيديو ده يعني ما يطولش اكتر من كده. وبس كده يا ابطال اعتبر فيديو النهارده خلص. اتمنى يكون عجبكم فيديو النهارده. ما تنسوش تحطوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، اهم حاجه تفعلوا زر الجرس عشان يظهر لكم كل فيديوهات الجيمنج الجايه الجديده. وبس كده، ايبي جيمنج ابطال الجيمنج، وي سلام.